بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان هيل تكست. ديت واحدة من ضمن التولز الجميلة خالص في الفورمس، بتحاول توضح لي إن الخانة ديت مثلا محتاجة شروط معينة علشان تكمل الداتا اللي فيها بشكل سليم وبشكل صحيح. الكلام ده بره الجافا، بيتعمل بشكل بسيط في السي اس اس بشويه تنسيقات بسيطه كده. يا شباب، طيب ماشي، اوكي، انا عندي باسورد وانبوت من نوع باسورد، تمام. انا عايز احط نص يساعد الشخص اللي هيكتب داتا في الباسورد دي، بحيث اني اقول له مثلا احنا محتاج منك الباسورد بتكون على شكل معين، او يكون فيها مثلا ارقام وحروف، حاجات زي كده يا شباب، تمام. هي ليها اشكال مختلفه طبعا، بس احنا هنحاول نتناول طريقه من الطرق دي. في الحالة دي يا جماعة، انت محتاج تدرج خاصية جميلة خالص اسمها area described by في الانبوت اللي انت عايز توصفه، تمام. رائع، جميل، اسمها area dash described by، وبتديله قيمة معينة. ولنفرض انا هقول له القيمة دي عبارة عن مثلا كلمة help، تمام. اوكي، يبقى انا شيلت الانبوت اللي انا عايز اوصفه بخاصيه اسمها area described by واديت لها قيمه. جميل، اوكي. المفروض يبقى انا عايز اوصف، يبقى هكتب نص معين يوصف الباسورد ده. جميل، اوكي. فانا نروح نعمل وسم ادراج باراجراف. اوكي، رايت، الباراجراف ده يا جماعه المفروض اني انا اربطه بالarea described by، فيتربط بالاريا ديسكرايبد باي بالاي دي يا جماعه، فهندي لهم نفس القيمه بتاعت الاي دي، تمام، علشان اربط ما بين الاثنين. يعني انا عايز اقول ان المنطقه ديت يا جماعه هيوصفها الاي دي ده، متفقين؟ اوكي، ممتاز. المفروض بقى اكتب النص اللي انا عايز اوصف بيه الباسورد دي، فهنكتب مثلا ماست بي، خلينا نقول مثلا ماست بي سترونج، وما على خلاف، كمل انت بقى الكلام الباقي ده. اوكي، جميل كده، انا ربطت ما بين الاي دي ده وما بين الانبوت دي بنفس القيمه، قيمه الاي دي ده واخده الخاصيه اريا ديسكريبت واي، واخده نفس الايه، نفس القيمه دي. يتبقى بس اني استدعي الكلاس اللي هيستايل لي النص ده، هيستايله بشكل مناسب شويه، فاهمني يا جماعه؟ اوكي، علشان كده هروح ضايف كلاس. الكلاس يا جماعه اسمه طبعا من الحاجات زي الحاجات المحفوظه، او الحاجات الكلاس احنا بننادي عليه باسمه، يعني اسمه هيلب تكست داش تكست. لو انا عملت كنترول اس وريفرش ديت النص ده، الهنت بتاعك، يعني هو ظاهر بشكل سمول شويه واخد ستايل سبيشال كده، تمام، غير يا جماعه الستايلات الثانيه. يعني لو انا لو شلت الكلاس ده، تمام، وما ربطتش كده، انا غايب مني تنسيق، صحيح. خلينا نشيل الكوتيشن ديت، انا عملت كنترول اس وعملت ريفرش اهو. شوفوا يا جماعه، ديت النص العادي، لكن لو انا عملت كنترول زد كنترول اس، ده النص الهيلب، ده النص المساعد، تلاقي حجمه صغير شويه وقريب من التول دي، لان هما الاثنين مربوطين ببعض باستخدام مين؟ ان ده اتواخد اريا ديسكرايبد باي وده اتواخد الاي دي، الاثنين ليهم نفس القيمه. الستايلات متشيله او متحمله على كلاس اسمه هيلب تكست، فعشان كده انا بستدعي الستايلات في الهيلب تكست، الباراجراف اللي انا عايز اوصف بيه، واربط الباراجراف بالانبوت تايب باسورد، ايا يكن نوع الانبوت تايب، باستخدام الاي دي هنا عند النص الشارح، والاريا ديسكرايبد باي عند الانبوت تايب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.